تبارك الله سوق قريعة الصديق. هذه أنثى ديال الكنار. زكريا خويا هذه شحال الثمن ديالها؟ هذه الأنثى 150 درهم. 150 درهم. هادو أخويا؟ أذكر 220، آخر 180. أذكر 220 درهم والأنثى 180 درهم. تبارك الله. 150 تبارك الله. 180. هذه أنثى أخويا؟ هذه أنثى. هي 150؟ أنثى 150. واجدين قرابي قرابي. قرابي واجد. قرابة الخوص بحال نقولوا داخلين في الوجاب. هانتوما كما كتشاهدوا هذا الاخ ديالنا هنا راه عنده تبارك الله طويرات زوينين، وهاد الانشا ديال الباتجي هما يسمى بالدارجه عندنا المغربيه حنا بيروش 200 درهم. المهم راه الخو راه يتفاهم معكم الخوت اللي بغى شي حاجه راه مرحبا بيه عند خونا زكريا هنايا، مرحبا بكم. وعنده واحد الطائر ديال الحسون حتى هو غنشوفوه ان شاء الله بسم الله تبارك الله. هذا دكر ديال الحسون كما كنسميوه حنا المغاربه المقنين او سطيله، خوتنا العرب كيسميوه طائر الحسون تبارك الله. الله يبارك للصديق ديالنا، راه معديرو في الساكادو صافي. اسمع هذا شنو راه السفليه ديال الفاصله ما كيبانش شويه مزيان علاش حيت كاين البرد؟ لا راه جبات وغادي اليوم صافي سير. الثمن هذا زكريا خويا شحال قلتي السيد؟ زكريا شحال قالك سيدي؟ كيقول فيه الثمن 400 درهم، راه واقف واحد الاخ هو الله ييسر لهم الله يجيب لهم التيسير، نتمناو لهم الخير ان شاء الله. اجينا معطلين اليوم السوق راه خويا الخوت شتو هوايا بسم الله تبارك الله. هذا راه هاجين الكنار والحسون. هذا زكريا خويا شحال؟ 800 درهم. هذا الميسو 800 درهم. راه كان تيغني غير شافني هو يسكت، من قبيله هو تيغرد غير شافني انا غريب هو يسكت تبارك الله. الله يبارك للخوت ديالنا هنايا، عندهم طيور تبارك الله نقيين زوينين. زكريا مرحبا بكم عند خويا زكريا، راه معروف سوق القريعة اللي بغى شي حاجة الخوص مرحبا بهم. عنده الكنار، عنده بيروش الباجي،
عنده الحسون سطيلة أو المقني. مرحبا بكم اللي بغى شي حاجة. هذه أنشا الخوش 150 درهم.